حلقة جديدة من مراسلون وعدد خاص بامتياز، كون معظم تقاريرنا إن لم يكن كل تقارير هذا العدد مخصص للنساء ويتحدث ويناقش ويعرض أيضا مبادرات وقضايا نسائية. يلا نباشر. أن تخلق الأمل من قلب الأزمة، مثال حي رح نعرفكم عليه في باقة الغربية لمجموعة من النساء اللي اختاروا الحياكي بالخيط والصنارة في مساحة مفتوحة بكل حارة. احنا انتمينا للمركز الجماهيري، كلياتنا اخوات متطوعات اللي كلياتنا يعني مثقفات، ايش معلمي ايش ممرضه ايش سكرتيري، كلنا التقينا الحمد لله وكلياتنا على مستوى، يعني مش لانه بدي احمد عالي، كلنا على مستوى متفاهمات كلياتنا مع بعض. بدينا بمشاريع، عده مشاريع في البلد، ومن من جمله المشاريع اللي هي تزيين الشجر، اللي هي بلدنا اسمها باقه. باقة هي بلد، كلمة باقة اللي هي بتاع باقة، الباقة على الأرض، باقة بين الناس، باقة على الشجر، طلعنا على الشجر اللي يشوف الناس الأشياء اللي هي من طالعة من أمهات مبادرات اللي بيعملوا بيقدروا يعملوا وراحين يضلوا مكملين في العمل إن شاء الله. الله بنطينا الصحة ونضلنا مكملين في هذا العمل. تفاعل جدا قوي، يعني احنا ما كنا متوقعين انه يكون بهذا الزخم. لما غزلنا الاشي وصرنا نكون نحطه على الشجرة للمطر وللشمس، بس على ارض الواقع المزبوط صار يعني اشي كثير. احنا انبسطنا بشغلنا، احنا مبسوطين مع بعض كثير كمجموعة، منشغل وقتنا منتحدث منشوف بعض، خاصة بظل الكورونا اللي الناس كلها مضبوبين. فإحنا حاولنا نعمل كدش بالإمكان إنه تكون فعالية اللي هي نقدر نتماشى مع الكورونا، إنه نغزل بالهواء الطلق، إنه نزين أشياء برا بالهواء الطلق، والحمد لله نجح الإشي والناس تفاعلوا جداً ومبسوطين من هذا الإشي. في الحارة نسيج شبكته الأيدي بحب ومهارة، جمع بين خيط وإبرة وسنارة. تنفست الزيتونة غبطة فتوهجت وبثت دفئا وحرارة. في الحارة عاد المكان للملتقى وإليها عاد اسم حارة. في الحارة غدا السير ممكنا فعلى الجانبين بشائر نضارة. في الحارة تشاهد أناسا كانت غيبتهم رياح الحضارة. في الحارة قصة وفي القصة تاريخ وفي التاريخ منارة. ترى في الحارة شبابا يتسلقون أملا وفتيات يرسمن العبارة. في الحارة نساء جمعهن موعد ورجال كانوا قد نسوا اسم الحارة. في الحارة حكاية يسردها برواز، يحكيها فنجان قهوة وتغذيها زيارة.